فعلا عزين. طيب، لإثراء النقاش أكثر في هذا الموضوع معنا من مصر الناقد الرياضي محسن لملوم. أستاذ محسن، مساء النور، أهلا بك معنا في قناة الجزائر الدولية. كما كنا نقول قبل قليل، المدربون يخطفون أضواء النجومية من اللاعبين في هذه الدورة. هذا ما يؤكد أن الأدوار التكتيكية كانت مؤثرة كثيرا في هذه الدورة في نسخة كوت ديفوار. اهلا بيك يا استاذ خالد، تحياتي لك طبعا وكل ضيوفك الكرام والاشقائنا في الجزائر الشقيقه الحبيبه. اكيد طبعا بتفق مع حضرتك ان المدربين كان لهم دور يعني في البطوله دي. يكفي طبعا زي ما الضيوف حضرتك ذكروا جوزيه بيتشيرو مثلا مدرب نيجيريا، المدرب البرتغالي اللي هو منذ بدايه البطوله عنده مشاكل حتى في عدم الحصول على الراتب اللي هو في الاساس جاي عشانه، لكن هو قال لي تصريح ان هو هيكمل لحد نهايه مشواره مع نهايه مشوار نيجيريا في البطوله. وهي نيجيريا وصلت لنصف النهائي ومؤكده تلعب مباراتين طبعا النهائي والثالث والرابع، ومع ذلك الراجل مكمل. ده لحد ذاته انجاز، لو كان عند اي مدرب ثاني كان ممكن يبقى في اخفاق. كمان المدرب الحالي لكوت ديفوار انا مش متذكر اسمه، اللي هو بعد الحين جزئي اللي هو اكمل بالمنتخب لحد النصف النهائي، طبعا فيما يشبه المعجزه اكيد. حتى المدرب بوبيتا اللي هو مدرب الراس الاخضر او الفيردي اللي حتى في اللحظه متعادل او فرض التعادل على جنوب افريقيا، وربما يصل طبعا هو يعني يقترب من ضربات الترجيح وربما يصل لنصف النهائي طبعا في انجاز او اعجاز كبير. طبعا اكيد المدربين كان لهم كلمه عليا مش بس في المنتخبات قلبت الطاوله على المنتخبات الكبيره في البطوله الافريقيه، لكن كمان المدربين بكل امانه كان لهم دور كبير في البطوله الكامل الحالي. طيب أستاذ محسن، نستغل وجودك معنا لنتحدث عن مصير المدرب روي فيتوريا مع المنتخب المصري في انتظار الاجتماع الحاسم الذي سيعقده يوم غد بحول الله اتحاد الكرة المصري. في رأيك هل سيغادر هذا المدرب أم أنه يفرض ضغوطات مالية خاصة على الاتحاد المصري؟ وما هي أكثر الأسماء المتداولة لخلافته في منصب المدير الفني لمنتخب مصر؟ والله هو بصراحه بكل امانه رئيس فيتوريا لا خلاف على انه لازم يرحل مش بس عشان اخفق او النتائج ما كانتش كويسه، لكن لا هو بكل امانه ملوش اي بصمه في منتخب مصر. يعني لا مثلا جدد، يعني مثلا لا طرح لنا اسماء كبيره ولا كان ليه اسلوب معين. المنتخب كان بصراحه في البطولات اللي لعبهم مش فكره ان هو ما حققش اي فوز، لكن بصراحه كان سيء جدا جدا جدا. المشكله مش في رئيس فيتوريا، المشكله في وجهه نظري او وجهه نظر مصر، وكانت سيما مورطه مصر في هذا المدرب، لان تحديدا بنود العقد بتاعته كانت صعبه جدا. يعني ليه 200,000 يورو في الشهر لروي فيتوريا؟ يعني ماذا صنع روي فيتوريا عشان يديله 200,000 يورو؟ كمان في حاله الرحيل لازم في خلال 15 يوم من نهايه مثلا مشوار مصر في كاس الامم، ولو لو لم يتصل يصل الاتفاق في الحاله دي يبقى يكمل عقده او ياخذ تقريبا عقده اللي هو ينتهي 2026. المفروض انه يحصل على في حاله رحيل الشرط الجزائي 3 شهور. طبعا 600,000 يورو رقم ضخم جدا بصراحه، مبالغ فيه. لابد من مساءله ومحاسبه ومحاكمه لان مسؤول اتحاد الكره لو ما عملوا هذا الاتفاق مع المدرب. المدرب اخر مستجد ده طبعا تم تكليف الكابتن حازم امام عضو مجلس الاداره وهو المسؤول عن المنتخب الاول في اتحاد الكره بالتفاوض مع المدرب. هو حاول يتفاوض مع المدرب يديله 100,000 يورو من 600,000، المدرب رفض. عرض يكونوا 200، المدرب رفض. اخر اتفاق ان هو عرض عليه ان هو حتى يقسط مثلا ياخد 600 ويقسطه، طبعا المدرب رفض وحق المدرب تماما بالمناسبه ان هو يلقي. غدا هيعملوا عليه تصويت اعضاء اتحاد الكره، تصويت على بقاء او رحيل المدرب، وطبعا بنسبه كبيره تفوق 90% هيرحل، لان 2 فقط المتمسكين ببقاء المدرب وحازم امام وخالد الترندلي نائب رئيس اتحاد الكره، لكن الباقي مصر على رحيله. طبعا هيرحل وللاسف هياخد شرط الجزائي اللي هو ضخم جدا ولا يستحقه طبعا. لكن الفتره القادمه طبعا في بعض الاسماء المرشحه يمكن تاخدها عشان ما اطولش عليك. ميكالي اللي هو المدرب البرازيلي للمنتخب الاولمبي، ميكالي لان هو على درجه بقى له فتره موجود في مصر وبيدرب المنتخب الاولمبي اللي هو في عدد كبير برضه من المنتخب الاول، وعلى درايه بالكره المصريه في الفتره الاخيره، ويقدر يعمل حاجه يعني هو افيد من غيره في الفتره القادمه. طبعا تم طرح مثلا اسماء زي حسام حسن، لكن عليها بعض الخلافات بسبب مهاجمته الكثيره في البلاتوهات يعني على اللاعبين المحترفين في الخارج وابرزهم طبعا محمد صلاح. لكن بخلاف دول في مفاوضات
ما زالت تجري بصراحه مع ايريك رينارد اللي هو المدرب الفرنسي الشهير. ده اقرب اكثر حد هم بيتفاوضوا معاه او يمكن بس اللي بيتفاوضوا معاه الفتره الحقيقه لدول المهمه في الفتره القادمه او بعد طبعا ما ينهي مسيرته مع منتخب فرنسا للسيدات. اعتقد ميكل هو الابرز او الاقرب لتولي مهمه مدير فني من اول منتخب مصر.